السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا زراعة الفلفل. طبعا اليوم بنزرع الفليفلة أو الفلفل الرومي والفلفل الهندي. طبعا الأشياء المطلوبة: سماد بقري مخصب، بتمس، طبعا الفلفل الحار والفليفلة. طبعا في البداية عندنا تربة طينية مخلوطة بالرماد والسماد البقري والبطمس. طبعا بنزيد شوية بنزيد من السماد، حاجة بسيطة يعني، وبنخلط السماد والبطمس اللي حطيناه مع بعض. مثل ما نلاحظ هذا أوراق أشجار. ونقسم القصص نصين. النص الأول بنزرع فيه الفلفل الرومي، والنص الثاني بنزرع فيه الفلفل الثاني. أو الفلفل الهندي. ونحاول نعمل له طبقة من الأعلى بالبتمس. ونغطيه. بعد ما تأكدنا خلاص انه كله كامل تغطى، البذور عندنا تغطت بالكامل، نسقي. طبعا سقية غمر بيكون في فيديو ثاني إن شاء الله نشوفه مع بعض بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا هذا الفلفل بعد مرور أسبوعين، مثل ما نلاحظ ما شاء الله بدأت تظهر الورقة الثالثة. هذا تقريبا أقل من أسبوع،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.